السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في قناة تناول العرب. نتكلم في هذا الفيديو القصير عن بيانات وتوقعات سهم افتتاحي في السوق السعودية رقمه 4180 4180 صفر على منصة. سعر السهم مع إغلاق يوم 19 أغسطس آب 8 2021، يعني 19 8 إغلاق 19 8 2021 حوالي 32 ريال و90 هللة. آخر توزيع للأرباح عن هذا السهم كان بواقع 20 هللة عن النصف الثاني في 2020. التوزيع كان في شهر مارس آذار 2021 بواقع 20 هللة. هذا طبعا الشركة حتى هذه اللحظة لم تعلن عن توزيعات أرباح في 2021 عن النصف الأول مثلا من 2021. الآن الربح الصافي للشركة في النصف الأول 2021 بلغ 147 مليون و100 ألف ريال، 147 واحد بالعشرة مليون. الآن الربح الصافي عن للشركة على النصف الأول في السنة الماضية 2020 كان خسارة ناقص 19 مليون و2 بالعشرة خسارة في النصف الأول 2020، تحولت إلى ربحية في النصف الأول 2021 147 مليون و1 بالعشرة ريال سعودي. الآن ربح السهم في النصف الأول 2021 بلغ حوالي 2.67%، يعني ريالين 67 هلله ربح، بينما كان في خساره بال 2020 لكل سهم حوالي 35 هلله خساره. الان هذا يقودنا الى ما يلي: الشركه تطورت الشركه من حاله الخساره الفادحه في السنه الماضيه حوالي 19 مليون ريال الى حاله الربح الكبير وبنسبه عاليه، ضاعفت ارباحها، طفت الخسائر وضاعفت الارباح مرات ومرات ل 147 مليون. شركه فتيحي من الاسهم الثابته والرسخه في السوق السعوديه، من الاسهم القويه. لكن هذا التوزيع يعني لا يمثل وضع 2021، هذا يمثل وضع النصف الثاني تقريبا من 2020. كان في ضغط هائل وخسائر على الشركه، لا زالت تتعافى من الخسائر في النصف الثاني من 2020 بسبب جائحه كورونا. الان التوزيع الربحي هنا 20 هللة، يعني 40 هللة للسهم، هذا لا يعني شيئا لنا يعني هنا، لكن ننتظر بيانات توزيع الارباح. اذا كان في توزيع ارباح في 2021 حتكون ارباح قويه جدا، لانه ربحيه السهم المعلنه في 2021 بلغت 2 ريال و67 هللة. يعني اذا وزعوا ارباح قويه حتكون هذا السهم من الاسهم الجيده والتي تعطي اكثر من 5% مردود سنوي كربح صافي على السهم. هذه ليست طبعا توصي لهذا السهم ولا تمثيل منه ولا توصي لاي سهم اخر، انما قراءه لبيانات السهم ولادائه. نتوقع ان يكون اذا كان في توزيع على الشركه عن سهم سيكون توزيع قوي وجيد، نتوقع تحسن اكبر للشركه في 2021 وفي 2022 مع كل الامنيات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.